بسم الله الرحمن الرحيم. والله اليوم شفنا بعض المعروضات المشتركة بين الأخوة من جمهورية فرنسا الصديقة، وأيضا من فنانينا ومن مبدعينا وتجارنا الصغار من سلطنة عمان. وجدنا العديد من المشغولات اليدوية الجميلة وحقيقة كثير من المنتجات التي يعني نفتخر بوجودها في السلطنة. وكذلك أعجبني حقيقة وجود الأخوة من جمهورية فرنسا واستخدامهم للخامات المحلية العمانية في بعض المنتجات الموجودة المختلفة، منها بعض طبعا رسومات، وفي بعض المنتجات مثل يعني المنتجات التي يتم استخدامها خاصة في التطيب وما تشابه ذلك. فالحمد لله رب العالمين، هذه يعني مثل هذه الفعاليات تؤطر أوجه الصداقة بين البلدين وبين الشعبين، وتعطي مجال أوسع وأرحب لإظهار المواهب في كلا البلدين. فكل الشكر والتقدير للمتحف العماني الفرنسي على تنظيم هذه الفعالية، ونتمنى حقيقة لهم مزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله بإذن الله تعالى. حياكم الله.